السلام عليكم ومرحبا بكم. اليوم موضوعنا مهم جدا للغاية في مرض السكري اللي هو فحص السكر التراكمي أو الهيموغلوبين A1C أو ما يعرف به الهيموغلوبين الجلوكوزي أو مرات يسمى بفحص السكر لمدة 3 أشهر. وياكم دكتور عمر القيسي. قبل ما نبدأ نشرح الموضوع نعرف أفكار بسيطة. نعرف أن الدم من مكوناته هي كريات الدم الحمراء. هذه الكريات الدم الحمراء تعيش في الدم لمدة 4 أشهر أو 120 يوم. على سطحها موجود بروتينات مشهورة اللي هي خضاب الدم أو الهيموغلوبين. الهيموغلوبين اللي ميزة أنه يستطيع أنه يرتبط مع الجلوكوز وطبعا أو السكر. هذا الارتباط ما يحتاج أي انزيم حتى يولده، مجرد أنه الجلوكوز إلى القدرة يرتبط ويا الهيموغلوبين. هذا المعقد يسمى بجلوكيتد هيموغلوبين A1C. طبعا A1C هذا ترمز للهيموغلوبين نفسه الموجود على سطح الخلية. فكل ما زاد نسبة السكر في الدم كل ما زادت نسبة السكر المرتبط بالهيموغلوبين. فلو قسنا نسبة السكر المرتبط بهذا الهيموغلوبين راح نقدر نعرف ايش قد ارتبط عليه. وبما انه هي عمرها لمدة 4 أشهر فراح نقدر نعرف نسبة هذا السكر لمدة 4 أشهر. لكن في الحقيقة مو كل الخلايا تموت نفس الوقت، فبالتالي ما راح نقدر نقول انه هي بالحقيقة لمدة 4 أشهر، لكن نقدر نقلصها لمدة 3 أشهر كنسبة أقرب للواقع، لأنه ما راح تموت هي كلها نفس الوقت في نفس التوقيت، لأنها هي تولدت من النخاع العظم بأوقات مختلفة. الآن شنو أوجه استخدام هذا الفحص أو لماذا نستخدم هذا الفحص؟ طبعا هذا الفحص ممكن يستخدم لتشخيص السكري. كيف؟ بما أنه هذا الفحص يقيس لنا نسبة السكر لمدة 3 أشهر، فزيادة نسبة الهيموغلوبين A1C في الدم تعني زيادة في السكر وبالتالي ممكن يشخص مرض السكري. طبعا النسبة الطبيعية هي 5.7، هذا ضمن الحدود الطبيعية 5.7 فما دون هذا طبيعي. لما تزيد النسبة يعني نسبة الهيموغلوبين اللي مرتبط بالجلوكوز عن 5.7 إذا هنا عندنا خطر السكري. فمن 5.7 إلى 6.4 هنا عندنا مرض نسميه مقدمات السكر أو pre-diabetic، يعني المريض عنده فرصة كبيرة أنه ممكن يتحول إلى مريض سكري. لكن لو الآن شفنا النسبة أنه هي عبرت صارت 6.5 أو أكثر من 6.5 إذا هنا عندنا شخص مصاب بمرض السكري. هنا أنا حبيت أن أوهلكم على شيء مهم، أنه اللي تبرعوا بدم حديثا أو المصابين بتحلل الدم أو ما يسمى بتكسر كريات الدم هيمولتك أنيميا أو فقر الدم المنجلي سيكل سيل أنيميا، هذا الفحص راح يكون غير دقيق بالنسبة لهم. وطبعا أيضا المصابين بالفشل الكلوي، يعني مو أنه الشرط أنه يكون السكر زايد بالدم بس ممكن الفشل الكلوي أدى لنا لزيادة هذه النسبة. وأيضا هذا لا يعتبر فحص مثالي في تشخيص سكر الحمل أو ما يسمى بالجستيشنال دايبيتس، ولذلك راح نستخدم فحوصات ثانية لتشخيص سكر الحمل. طيب الآن شنو الأوجه الثانية لاستخدام هذا الفحص؟ طبعا هذه النقطة الثانية هي نقطة مهمة، أيضا نستخدم هذا الفحص لمتابعة نسبة سكر الدم لمدة 3 أشهر. من خلال هذا الفحص راح نقدر نعرف مدى التزام المريض بالعلاج اللي دا ياخذه، أيضا مدى استجابة المريض للعلاج، لأن ممكن العلاج هو نفسه اللي يكون غير شغال، وطبعا هل نحتاج نزيد الجرعة أو نغير العلاج، وأيضا يفيدنا في معرفة مدى خطورة المرض بالنسبة لهذا المريض وش قد ممكن راح تصير عنده مضاعفات وكيف ممكن نتجنبها. فهذا فحص مهم جدا في هذه الفقرة. نتكلم شوي عن آلية الضرر أو دامج ميكانيزم للتراكم السكر على الهيموغلوبين. طبعا هنا أيضا تراكم السكر في الدم عند آليات ثانية للضرر أيضا كمرض السكري نفسه، لكن خلينا نتكلم على هذه الجزئية. لما يزداد على الهيموغلوبين شنو ممكن يسبب؟ احنا مثل ما نعرف انه لأنه الهيموغلوبين على كريات الدم الحمراء فزيادة راح تؤدينا أو تكون أو التساق الجلوكوز السكر مع الهيموغلوبين راح يؤدينا تكون free radicals أو شقوق حرة. هذه الشقوق راح تؤدينا إلى زيادة الأجريجيشن أو تجمع والتساق كريات الدم الحمراء وأيضا لزيادة لزوجة الدم بالتالي، وهذا طبعا راح يؤثر على الأوعية راح يؤدينا إلى ضرر في جدران الأوعية وأيضا إلى زيادة لزوجة الدم واحتمال أيضا انسداد الأوعية من خلال تراكم كريات الدم الحمراء والتساقها مع بعض. إضافة إلى ذلك أنه هذا الهيموغلوبين A1C له القدرة على يعني لما يرتبط بالسكر ويصير هذا المعقد
من السكر والهيموغلوبين راح يؤدي الى ضرر في طبقه الاندوثيليوم، وهذه طبقه الاندوثيليوم اللي هي طبقه داخليه للاوعيه تحمي الاوعيه وتمنع تراكم الدهون داخل الاوعيه، لانها تفرز ماده النيتروك اوكسايد اللي هي موسع اوعيه طبيعي فازو دايليتر وايضا يمنع تراكم الدهون. فلما تروح هذه الطبقه راح تدمر الاندوثيليوم، يروح عندنا النيتروك اوكسايد، راح تتجمع عندنا طبقه من الدهون ال دي ال او اللو دنسيتي لايبوبروتين الضار، راح يتجمع داخل جدران الأوعية، وأيضا راح يؤدي لنا إلى تراكم الهيم اللي هو يجينا من الهيموغلوبين، ويؤدي لنا إلى أوكسيديشن، عملية أكسد لهذا الدهن اللي هو أصلا دهن سيء مشبع بالكوليسترول، فراح يؤدي لنا إلى تكون أثروسكروسيس أو ما يسمى بتصلب شرايين داخل الأوعية، وهذا راح يؤدي لنا أكثر لتدمر الأوعية وبالتالي مضاعفات أكثر للسكري. فكل ما صار أكثر زيادة لنسبة السكر التراكم معناها مضاعفات أكثر راح تصير للمريض. طيب شنو هي النسبة اللي ننصح بها مرضى السكر؟ ايش قد لازم يكون عندهم نسبة الهيموغلوبين ان وان سي؟ طبعا هناك منظمة اسمها Action to Control Cardiovascular Risk in Diabetes سوت ترايلز، يعني تجارب أو دراسات، فشافت كل انخفاض بنسبة 1 مول من الهيموغلوبين A1C يؤدينا انخفاض 3% في مضاعفات السكري. طبعا مضاعفات الخطرة للسكري مثل الريتينوباثي، مشاكل اللي تصير في شبكية العين، النفروباثي، مشاكل الكلية، والمايكروفاسكولار يعني الأوعية الدقيقة. لكن السؤال هنا، هل من الأفضل أنه ننزل هذه النسبة إلى النسبة الطبيعية، يعني نخليها أقل من 6، نخليها مثلا 5 4؟ طبعا الجواب هنا للسؤال لا ونعم. كيف؟ خلينا نفهم. هذه المنظمة نفسها شافت أنه لما نزلوا النسبة، طبعا سووا تجارب ثانية نزلوا فيها النسبة أقل من 6%، شافوا زيادة في عدد الوفيات، وتخيلوا أنه مباشرة تم إنهاء التجارب بعدد الوفيات اللي زاد. كان السبب أنه من هذه المسألة أنه زيادة الأدوية اللي أدت إلى نزول السكر في الدم أدت إلى الوفاة، يعني أنا السكر منزل بشكل طبيعي لكن بسبب زيادة في الأدوية. فإذا كانت زيادة الأدوية هي اللي راح تأدي لك أنه وصول الهيموغلوبين A1C لي النسبة القليلة اللي هي 6، فهذا الأمر لا يعتبر شيء مثالي، بالعكس ممكن أدي لك إلى العكس، إلى المضاعفات أكثر. لكن لو كانت هذه الزيادة باستخدام علاج بشكل صحيح بالجرعة الصحيحة مو الإفراط فيها، وأيضا باستخدام أمور ثانية منها تغير نمط الحياة والدايت والأكسرسايز وغيرها وأدى لك إلى هذه النقصان أو هذا النقصان، فهنا يكون لك الأمر طبيعي. لكن بالنهاية أنه توصل لأقل من 6 كمريض سكري، هذا الشيء لا يعتبر شيء صحيح، لأنك راح تستخدم أدوية فوق اللازم. طيب كم لازم يكون بالنسبة لك كمريض سكري التارجت أو الهدف اللي تريد توصل؟ طيب هنا راح نروح لجمعية الأمريكان دايبيتيك أسوشيشن أو جمعية المصابين بالسكري الأمريكية، تنصح أنه تكون هذه النسبة أقل أو تساوي 7% طبعا، وليس أقل من 6.5، يعني من 6.5 إلى 7% حسب حالة الشخص، لأن هذه النسب تختلف حسب حالات الأشخاص ومدى استجابتهم للعلاج، لكن كمعدل هي من 6.5 إلى 7%، فهذا لازم يكون التارجت للمصابين بمرضى السكري. تختلف بالنسبة للنوع الأول والنوع الثاني، ما راح أقدر أبين كامل مجمل الاختلافات في هذا الفيديو، لكن حبيت أوضح هذه النقطة. طيب لأنه حبيت تعرف كم كان معدل السكر خلال 3 أشهر من خلال الهيموغلوبين A1C، يعني نقصد أنه لو جيت في هذه 3 أشهر في أي يوم من هذه 3 أشهر أخذت سكر، كم كان راح يطلع لك السكر في الدم، إيش قد كانت راح تكون نسبة السكر في الدم من خلال أنه أنت عرفت الهيموغلوبين A1C. طبعا هنا اكو معادله حتى نحسب كم كانت هذه النسبه، طبعا هنا تختلف من خلال اليوم نفسه من الصباح للمساء، لكن هذا كمعدل كم كان السكر في اليوم، يعني كشكل تقريبي ايش قد ممكن يكون كان السكر في اليوم. هذه عندنا هنا معادله لحساب اللي هي 28.7 في نسبه الهيموغلوبين A1C ناقصا 46.7. طيب الآن لنفرض عندنا شخص عنده الهيموغلوبين A1C 7%، فراح نسوي المعادلة ونخلي 28.7 في 7% ناقصا 46.7، والجواب راح يكون 154.2، فهذا راح يكون معدل السكر خلال اليوم في هذه 3 أشهر. طبعا ممكن يختلف شوية لكن هو ما يقارب هذا، لو جينا في هذا أو أي يوم من هذه 3 أشهر راح نلقى تقريبا السكر يكون بهذا الرينج، فهذا الحساب طبعا بالمليغرام على دي سي لتر. طيب الآن كيف نقدر نخفض نسبة السكر التراكمي الهيموغلوبين A1C؟
أول شيء نقدر نسويه هو الاعتماد على نظام غذائي صحي. طبعاً نتكلم على الدايت اللي دا يسويها المريض. لازم هذا النظام الصحي يحتوي على فايبرز أكثر، ألياف أكثر بالطعام، وندخل غذاء صحي، وأيضاً ممكن نستفاد من بذور الكتان لأن تحتوي على الأوميجا 3، طبعاً بكميات معقولة، مو زيادتها ما راح تؤدي لك إلى هذا المستوى المطلوب، ممكن إلى أضرار جانبية، فتذكروا بكميات معقولة، لكن القصد الاعتماد على نظام صحي جيد يحتوي على دهون غير مشبعة وأيضاً ينطينا طاقة. طيب أيضا ممارسة الرياضة راح تؤدينا إلى انخفاض في الهيموغلوبين A1C، وأهم شيء الالتزام بالأدوية ومواعيدها، وأيضا الالتزام بالجرعة الدوائية وأوقاتها، وزيارة الطبيب بانتظام، وأيضا أنه تسوي الفحص بشكل دوري لمعرفة تقدم الحالة. أشكركم للمشاهدة وأتمنى لكم تكونوا استفادتوا من هذا الفيديو. إذا استفادت من هذا الفيديو لا تنسى تشاركه، وأيضا تشترك بالقناة وتفعل جرس الإشعارات حتى يصلك كل جديد. ألقاكم في فيديو آخر، والسلام عليكم.